عبيد. أهلين وسهلا. أنا عتبان عليك وزعلان منك. خير؟ هيك يا منظوم، أنا اللي صار لي 30 سنة بسير معاملات تتركني وبتشغل أبو غصن اللي ما بفهم بالمصلحة شيء. لا تأخذني يعني أبو شاب، بنتك ما تأخذني. يعني أنت مسؤوليتك منظيفة وإيدك بالشغل كمان منظيفة. ليش أنا إيدي وسخة؟ أنت ورقة محروقة، أي معامل بتحط فيها إيدك بتنشمس. كل العالم بتعرف إنه رح يصير فيها نصب، نحن ما بدنا نلفت أنظار الناس. يعني شركتكم شريفة؟ كل الشركات نفس الشيء، ما عم بقول هيك أنا. إذا ما بتشغلني لا تلوم إلا حالك. أنت بتعرفني منيح يا معلم نبيل، إيدي والتقرير. ها؟ تهديد هذا وشها؟ إيه، أنا بعرف مرتك شو عم تشتغل. طيب شو رأيك تاخذ راتب شهري وتقعد في بيتك ما تشتغل وتحل عنا؟ موافق. تفضل عزوي. ايه شو هالزخة هاي؟ قيسو عزوة، حاسس من عيني قلبي بقى. يلا رح قيسو. ها اهلين عديل نبيل. مرحبا. فوت فوت طلع دقيقتين انا رئيس البنطلون بكون جاهز. عزوة فوت قيسو بالمطبخ، رح تقيسو. ها ايه ماشي، فايت قيسو بالمطبخ. ايه غصب بيلا عنكم شي؟ لا ما بيّن، هلا بتكون ام غصب عم توسع له بحر بنطلونه. هيفاء روحي ساعدي ميسون شوي. وايش بدي ساعدها؟ لكن بغسيل الشراشه وتوضيب العده بهيك شغلات يعني. بكره بس بنفتحت عياده رح تشتغلي معه. ليش بدك تفتح عياده؟ طبعا اذا ضل الشغل هيك مو بس رح تشتري عياده، رح تشتري سياره كمان. لك يوميتها ما عم بتقل على 50,000. ليه انا ما بشتغل اي هالشغله، حتى لو بدها تعطيني نصهم انا بدي خلي نفسي طاهره، لانه كله رح ننسال عنه بعدين هالشغل. قولي 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 في ساعة مسجلتين بكل رياحة. أول يوم بدك تبلش؟ بركي قلعوني تاني يوم دق الحديد وهو حامي. بس لا تلفت الأنظار، هلا العيون بعدها بتكون كلها عليك. ليش كل هالقد أنا شخصية مهمة هني؟ أكله شقفة عتال، ما في وظيفة أوطى من وظيفته هني. لك ولو كان، كل اللي عمال يشتغلوا هنيك راح يفكروك مدسوس من قبل الأجهزة، ما راح يثقوا فيك قبل ما يتأكدوا منك. كان ودي التقي ويا بنتي. أهلين أبو غصن. شو وسعت لك أبو غصن بحر بنطلونك؟ إيه ليك صار لازم تشتغلوا بالسيرك أنتو. قالت لك ما؟ لا ما قالت لي، لأنه بعرف بدون ما تقلي، لأنه كل اللي عم يشتغلوا هنيك وسعوا بخور بنطلوناتهم. هيك هون كبعدي هيك، سبحان الذي دعا بالك على الحكي. ليش هيك انتي ضميرك ضيق؟ وسعي له بحره شوي، وسعي له بحره شوي خليه يمرق. طول بالك عليها، ليش طول بالك عليها؟ بكره بس تصير تبدل بهالاواعي بهالكنادر بتغير كل الامور. مو مولع بالكنادر والاواعي انا. حبيبي نبيل عديل هي النشيد الوطني تبعها، طعميني خبزه وزيتون بس عجيني بطاطا. احسن الشحات السرقه تبعك، يلا احطوا احطوا. بك روحوا، فوتي فوتي يلا، فوتي انت يلا فوتي. وينكم؟ بدي ارجع بدي اقتلها. بخاف انه يتاخر عليك الوقت وما بتقدري تعملي اياه، عرفتي؟ مشان شو هيك عمل لك. شوفي ما تخافي على غميضي اختي بتساويها للعمليه، يعني كثير 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 شاطره. بس اخر مره ها ما بقى تعيديها، مو كل مره تجيني سري مري. مزبوطين؟ مزبوطين، سبقيني على هي الغرفه. تقومي بالسلامه سلاس. يلا روحي هلا بتجي. خدي نزوها كوميسيونك. هاتي لنشوف. شو هدول 2000 ليرة؟ اي حبيبتي 2000 ليرة، أنا ناوية بآخر الشهر أشتري سيارة. شو هالحكي؟ وأنا بدي أشتري كمان فيها. طول عمرك شرني وطي صوتي. وأنا كمان بدي أشتري سيارة ولا مكتوب على جبيني سيرفيس؟ خلاص لا تتخانقي أنت وياها، عيب قدام الزباين. هاتي خلي المصاري معي، بكرة أنا كل وحدة بشتري لها سيارة. لا معلش أمي، لا معلش حبيبتي، أنا جمعت لحالي مشان أشتري السيارة لحالي، أشتري شو ما بدي. ها ليا لك أي واحد. ها خدي هي 1000 ليرة إليك. ميرسي ميسو. الله معك. فوتي. اوعي توقعي. فوتي هون بيت خلت.